وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. أهلا وسهلا بك سيد محمد. بداية، الأمم المتحدة قررت أنها ستعلن خلال أيام عن موعد المشاورات بشأن اليمن في السويد، ما القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة لهذه المباحثات لضمان نجاحها؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة كان هناك حديث عن انطلاق المشاورات بعد غد الخميس، ولكن يبدو أن هناك ترتيبات ما، وبالتالي أعلن عن إرجاء الموعد، ربما لأسباب تتعلق بحضور الوفود المشاركة في هذه الجولة من المشاورات، وربما أيضا لا يزال هناك الكثير من إجراءات التحضير، ولكن في الحديث عن إجراء شح الملكيات إلى سلطنة عمان أو التذكير بأنها لم تكن من تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جولات المشاورات السابقة، ولكن هذا جزء من الاشتراطات التي وضعتها الميليشيا الحوثية في إرسال وفدها إلى الجولة الجديدة من المشاورات في السويد، لكن هناك أو يفترض أن تكون العديد الخطوات في سياق التدابير بالانتقاد، في ذلك اطلاق سراح المخططين سجون او في سجون. هنالك انباء سيد محمد عن اتفاق لتبادل 3500 اسير بين الحكومه اليمنيه وميليشيا الحوثي، الى اي مدى سيهيئ هذا الاتفاق اجواء مباحثات السويد برايكم؟ اعتقد ان هذه خطوه جيده، الحديث عن اتفاق شامل لتبادل الاسرى والمختطفين، رغم الاجحاف بحق المختطفين في سجون الميليشيا الحوثيه الذين هم في الغالب هم عباره عن نشطاء مدنيين ومواطنون عاديون اعتقلوا من بيوتهم او من نقابه التفتيش التابعه للميليشيا الحوثيه، وبعضهم اعتقل بسبب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض الانقلاب وترفض الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية، بينما الأسرى لدى الحكومة الشرعية هم قاتلون حوثيون ألقي القبض عليهم في جبهات القتال، ولكن يؤمن اليمنيون ويؤمن الناشطون حقوقيون أن تؤدي هذه الخطوة إلى انفراجة لواحد من القبض. انفراجة، هل تعتقدون أن زعيم الميليشيا الحوثي لديه النية لدفع هذه المباحثات؟ أم أنه سيناور لإفشالها كسابقاتها؟ في الحقيقة اليمنيون راغبون جدا في السلام، وقد تحملوا 4 سنوات من الحرب والانتهاكات والتكلفة الإنسانية الباهظة، ولكن بالنظر إلى سجل الميليشيا الحوثية القاتم في التعاطي مع اتفاقات السلام السابقة، بدءا من اتفاقات السلام التي كانت تبرمها الحكومة اليمنية مع الجماعة الميليشياوية خلال جولات الحروب الستة في صعدة، ولم يكن لدى هذه الجماعة أي نية صادقة أو لم تحسن التعامل مع الاتفاقات أبدا في تاريخها منذ نشأتها، بل تتخذ من هذه الاتفاقات مجرد استراحة ثم تعاود على اليمنيين بضراوة أشد، ويخشى بالفعل أن تكون جولة المشاورات القادمة مجرد وقف لإطلاق النار ووقف للعمليات العسكرية في الحديدة، وبالتالي يخشى أن تكون محاولة لتثبيت الوضع الانقلابي الراهن في اليمن، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها كثيرا ما لم تكن تنطلق من المرجعيات المتفق عليها وتلزم الميليشيا بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والعودة ليكون عناصر هذه الميليشيا مواطنين. ماذا بشأن الانتصارات التي يحققها جيش دعم الشرعية مدعوما بالتحالف العربي؟ هل تعتقدون أن سيكون لها أثر على مباحثات السويد أم لا؟ أعتقد بالتأكيد الضغط العسكري الذي واجهته الميليشيا الحوثية في الآونة الأخيرة هو السلوك الوحيد الذي تفهمه جيدا، والذي عرفه اليمنيون من خلال تعاملهم مع هذه الميليشيا الإجرامية المتوحشة لا تعرف سوى لغة العنف والسلاح للرضوخ إلى السلام، وبالتالي هذه الضغوط العسكرية التي شهدتها الأسابيع الماضية على الميليشيا في أكثر من جبهة بما في ذلك الحديدة وصعدة ومناطق أخرى في وسط اليمن الضالع وأدمت، هذه العمليات العسكرية ربما كان لها دور في إرغام الميليشيا للاقتناع بالانخراط في جولة المشاورات المرتقبة. طيب.
في المقابل أيضا كما أشرت قبل قليل لا يمكن التعويل كثيرا على مناورات هذه الميليشيا في الذهاب إلى جولة المشاورات ما لم يكن هناك ضمانات حقيقية تحول دون مكافأة هؤلاء الانقلابيين المتمردين على انقلابهم وعلى جرائمهم بحق الإنسان اليمني منذ 4 سنوات. طيب سيد محمد، ماذا بشأن إيران؟ كيف سيكون دورها خصوصا وهي الداعم لميليشيات الحوثي في مباحثات السويد؟ في الحقيقة الحوثيون يعتبرون الإيرانيين هم مستشاروهم، بل يتلقون منهم الأوامر والتوجيهات في طيلة الجولات السابقة، وكان المفاوضون الحوثيون يتوقفون في جلسات الحوار حتى أثناء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ويذهبون للتواصل مع حزب الله ومع إيران لأخذ موافقتهم على بعض النقاط التي يتم تداولها ونقاشها أثناء الجلسات وأثناء الحوار مع المكونات السياسية اليمنية. هذه ميليشيا مجرد ذراع لإيران وأداة من أدواتها في المنطقة، ناهيك أيضا عن مشروعها الإمامي التدبيري الذي يرى أن عناصر الكيان السلالي الصوري للحوثيون هم أولى بحكم حصر أنهم بموجب امتيازات يدعون الله أودعها يجب أن يخضع لهم اليمنيون، أن يسلط لهم في الحكم في الحقيقة جماعة عنصرية مشروع في ما بين مشروع. السيد محمد أحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك، ونعتذر مشاهدينا الكرام على رداءة الصوت من المصدر.